السلام عليكم. الحمد لله يا ربي، وانتهت المباراة بهدف لهدف يعني في الدقائق الأخيرة. الحمد لله أبناء المغرب الأسود الأطلس يعودون من بعيد ويعدلون النتيجة. يعني أيوا غادي نروحو ديريكت للفينال. على ربي إن شاء الله. هيا طه خويا هيا فرحني فرحني فرحني. هيا طه قراو فاتح هيا تعني هيا تعني. الله يعطيك الصحة ولدي، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة ولدي. هذه هي والله لا فندقة شطلق عليه ولا هيا ولدي خويا هيا ولدي هيا الفوزي فرحني فرحني كما وين بغيتك الصحة ولدي خويا وين بغيتك الصحة. مليح هذا مليح هذا التقدم، دائما يكون الضغط عليهم هما. الحمد لله صورة الفلك. واه واه بغيت تكسر حباق ليلى بقى يجي واه كراسي التروازيام في الجروب تاعك بغيت تجيبها تفوت انا الكراسي البرومي انا في الجروب طيقت والله ما تفوتها. هذه يا ولدي خويا غدا ملاح. هيا تشوف هيا غنجيب صورة الفلك. قريت صورة الفلك. هيا ولدي هيا ولدي هيا ولدي هيا ولدي ضيعها 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 بالغوزي. سعيد ضربك الجمطة هند هاكا ولي هاكا كاليفي ولا لا كاليفي ولا لا كاليفي 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 او يعطيكم الصحة والله لا تحملوا الوجه. ايوا يعطيكم الصحة ايوا اي هايك لا يعطيكم الصحة. هذو هما الرجال هذو هما لا يعطيكم الصحة مغاربة صحيتو خوتي الأعزاء. فضلا وليس أمرا فرقعوا معكم ذاك اللايك الإخوان باش الفيديو كيتركم ونضا وكيوصل لكاع المغاربة. وكيف ما كنقول لكم ديما الإخوان خذوها كمبدأ معايا هو أن أعداء الوطن راه ما كتجلاش غير في التصريحات ديالهم وفي الهضره شنو كيقولوا علينا ولا هذه ولا راه حتى حنا يعني اي واحد ما كنهضرش غير على قناتي كاع القنوات اللي كيدافعوا على الوطن قنوات مغربيه كيهضروا على البلاد ديالنا وكيحافظوا ويدافعوا على الصوره الحقيقيه الشريفه ديال بلادنا راه كيحاولوا باي طريقه من الطرق يهرسوا الفيديوهات ديالنا والرساله ديالنا ما توصلش كيسينيالوا الفيديوهات الديسلايكات. الاكثر يا راكم عارفين شكون الكراغله حملات كرغوليه وهادو هما يعني الدور ديالهم كيخصصوا جروبات صفحات هادي باش كيبقاو كيهجموا على الصفحات على القنوات على الفيديوهات الديسلايك سينيالي هادشي كيأثر على الفيديوهات الاخوان باش انهم صافي كما كنقولوا الفيديوهات كيتقتلوا ما كيطلعوش ما كينتشروش بواحد الوتيره كبيره كيتشافوا غير بواحد النسبه قليله ويبقاو حابسين. ولكن قد ما كان واحد الدعم بلي لايك بلي كومونتير بالبارطاج يعني ما هكا ما غتخسر والو تعطي الراي ديالك في كومونتير انت خليتي كومونتير تخلي الاعجاب ديالك بالفيديو تبارطاجيه مع شي صديق ولا الاصدقاء ديالك ولو على الاقل ما عندكش مع من تبارطاجيه كتقدر دير داك الحركه اكسبلور راكم عارفين كتمشيو لذاك السام ديال بارطاجي وماشي ضروري انك تمشي تبارطاجيه في شي ابليكاسيون في واتساب ولا في كذا ولا في هذه لا تقدر تمشي دير غير كوبي لو ليان نسخ الرابط داك نسخ الرابط يعني بحال اللي راك يعني نسختيهم شي باش تبارطاجيه مع شي حد هذا كيتعتبر انه بارطاج في نفس الوقت. وهاد الحويجات قد ما كثروا قد ما كيطلعوا التقييم ديال الفيديو والروبو والخوارزميات ديال اليوتيوب الاخوان
كيحاولوا انهم ينشروا الفيديو هذا. الفيديو هذا مزيان، هذا الفيديو هذا راه كيعجب الناس، غنحاولوا اننا نروكومونديوه، نقترحوا على الناس. وهنا كتوصل الرساله ديالنا وكيشوفوه كاع المغاربه، وبطبيعه الحال كتوصل الرساله ديالنا لاعداء الوطن وكيديو ما يعاودوا. والتفاعل ديالكم بطبيعه الحال راه في حد ذاته دفاع عن الوطن، كتساهموا ان الرساله ديالنا توصل. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم اخوان اخوات. السلام عليكم. غادي نبداو الحلقه ديالنا بواحد الفيديو مشحر. واحد السيده عطات كلام في الصميم السي عبد المجتيت رئيس القوى الهاربه والزياره ديال اردوغان ديال تركيا. اسمعوا مزيان الاخوان شنو قالت. يا ترى بدك تعمل حاجه لفلسطين يا حبيبتي يا الجزائر، يا ظالمه او مظلومه؟ ورينا كيف شغلك مع الفلسطين. اردوغان بيزور الجزائر، ايش رايحين تتفقوا على شو؟ بدكم ترفعوا عارضه مع بعض على المحكمه العدل الجنائيه مع بعض مثلا، ولا احتمال بدكم توقفوا الغاز؟ الجزائر اليوم ايش بيخططوا الاثنين؟ يا ترى بدكم توقفوا الغاز عن رئيس الوزراء الايطاليه؟ يا ترى الجزائر وتركيا كررتوا توقفوا الغاز؟ كررتوا تقطعوا العلاقات مع الكيان مع دول اوروبا؟ ليش بتتفقوا؟ انتوا ليش مجتمعين مثلا الان؟ ايش في علاقات الان احتمال بكم قررتوا تاخذوا شرف المقاطعه، شرف وقف حنفيه الغاز؟ احتمال، احتمال رجع لكم الشرف شويه، احتمال. اردوغان في زياره للجزائر يوم غد ثلاثه، جهزوا حالكم. اللي الشريف يطلع مظاهرات في وجهه قولوا له اقطع، اقطع علاقاتك الاقتصاديه مع هذا الفيديو الاخوان مصور البارح، يعني هذه السيده وجهت هذه الرساله البارح زعما على اساس الزياره ديال هذا النهار. علاقتك الاقتصاديه ب 100 مليار دولار مع الكيان الصهيوني سنويا بتقدر تقطعها يا اردوغان؟ ما تضحكش علينا بالكلام والعزه والكرامه والبيانات والخطب. يا ترى الجزائر بتقطع تسكر حنفيه الغاز اللي مفتوحه ليل ونهار على اوروبا بتدفي الوزيره الايطاليه؟ يا ترى بتقدر توقفيها؟ يا ترى بدك تعمل حاجه لفلسطين يا حبيبتي يا الجزائر، يا ظالمه او مظلومه؟ ورينا كيف شغلك مع الفلسطين. يا ترى 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 تر 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 تريرو تر 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 تريرو تر 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 تر. يا اختاه بقيت وتما الا بقيتو يا تورا فيا تورا فيا تورا بقيت وكتزينوا. والصراحه الله الاخوان الجزائر تضرب لها احسن طر في التاريخ. صافي تفرشات وتبيضقات. انتم شفتوا هذه الفلسطينيه شنو قالت؟ ندوزوا فيديو اخر. فرحة سكان حومة الشوك بعد أن أنصفتهم المحكمة وبعد تدخل الملك نصره الله. انا غادي نوجه رساله للناس ديال القوى الهاربه الجيران، حيتاش مساكن ما خلاو ما داروا، كانوا المساند الرسمي في هذه القضيه هذه وبقاو فيهم هاد الناس هادو في ذاك الوقيته. اه غادي تشردوا هذه وشوفوا الملك ديالكم وشوفوا الدوله ديالكم شنو دارت فيكم، شوفوا المغرب، شوفوا الصهاينه شنو داروا. فهمتوا؟ كانوا مساندين هاد الناس. انا مأكد من بعد هاد الفيديو هادو غادي يكونوا فرحوا وغيكونوا طيحوا الدموع بالفرحه من بعد ما شافوا ان سكان هاد ديال طنجة ربحوا القضية وبتدخل من الملك، وان يعني الحمد لله يعني كل واحد راه في الملكية ديالو في دارو معزز مكرم. انا مأكد غتكونوا فرحانين الجيران حيتاش ساندتوا هاد القضية من البداية. ما يمكنش انكم تخذلونا في النهاية وما تشاركوش معنا هذاك هاد الفرحة هادي. عندنا يا الاخوان واحد جيران مقطرين امسي من مين قطران قطران الله يشافيهم من مساكن. بغيتو تعرفوا العلاقه الوطيده اللي كتحاولوا انكم تضربوا في المغرب وفي البلاد وتبغيو تهرسوا واحد الصيله اللي ما من المستحيل من المستحيل من المستحيل، راه واخا في الاحلام راه ما غاديش تحقق لكم هذه المعادله هذه. من المستحيل راه صيله وطيده ورابطه قويه، علاقة قوية ما بين الملك والشعب ديالو، وعلاقة قوية ما بين داك الكلمة ديال شعبي العزيز. الشعبيه العزيز راه ما كتثقلش غير هكاك، راه كتجلى في بزاف ديال الحوايج وغتشوفوها وغتلمسوها في هذا الفيديو هذا اللي غنوريكم. وزائد
في نفس الوقت كانوا وصلوا ميساج للناس اللي كيحاولوا يتدخلوا في الشؤون اللي ماشي ما ماشي ديال تريكسهم كاع كيف ما دار هذا داك خالد مشعل داك داك الرخيص. المهم ما علينا خليكم مع الفيديو. شعبيه العزيز ها علاش شعبيه العزيز ها علاش ان الشخص الوحيد اللي عنده الحق يوجه نداء للمغاربة ويخاطب المغاربة هو ملكنا نصره الله وإيده وسدد خطاه فقط لا غير. شوفوا الإخوان رد فعل المغاربة الأحرار على الخطاب ديال داك البصبعي الآخر سهو. منذ احتلال القدس إلى يومنا هذا احنا داخلين على 75 سنة لم تحركوا شيئا في القضية. 75 سنة وفلسطين محتلة لم تجدوا حل لمشكلة واحدة، لكنكم وجدتم حل لفقركم فأصبحتم أغنياء، ووجدتم حل لكونكم عراة فأصبحتم تلبسون أفخم الثياب، ووجدتم حل لأبنائكم فأصبحوا يعيشون في أفخم الفنادق والشقق والفيلات في العواصم السياحية الكبرى الأوروبية، لكن فلسطين لم تجدوا لها حلا واحدا. كل المشاكل التي طرحت على الطاولة الإسرائيلية الفلسطينية كان المغرب ومعه الدول العربية والإسلامية هم الذين يجدون حل لهذه المشاكل. أنتم تجدون حل فقط لجيوبكم وأبنائكم وأسركم وتغتانون من وراء هذه القضية. ونبينا عليه السلام ما كتعود غير الصلاة على النبي، صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الإخوان دوزوا الفيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم الصحة والعافية. تشوفون هالشخص هذا رأس الأفعى، المغرب خط أحمر، ملك المغرب خط أحمر، العائلة الملكية خط أحمر، المغرب بشكل عام خط أحمر، من طنجة إلى قويرة للعيون الدخلة كله خط أحمر. العلاقة قوية بين الشعب والملك، ما حد يتدخل بينهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تحتاجوش ما تضيعوش الوقت. وتحية الناس ديال الإمارات، تحية للإماراتيين والشعب الإماراتي الشقيق. اللهم انصرنا على من عدانا الإخوان. شوف راه عمرهم يوصلوا لشي حاجة، اللهم اجعل كيداوم في نحورهم والمغرب غيبقى ديما كبير عليهم وعمرهم يوصلوه. ندوزو لفيديو آخر الإخوان. كارثة. الجزائريين مساكن شوف فين ما قلبوا وجههم كيتلقاو الصفاعات طرشة مورا طرشة. راس المحاينة الاخوان، هاد البصبعين راس المحاينة، هذا واحد الكرغولي قال لهاد السيدة هادي راكم عرفتوها. انا ما كان نقول لكمش حيتاش حنا عارفين الخلفية ديال هاد السيدة هادي وعارفينها في البداية ديالها شنو كانت كتقول وشنو هادي وما علاقتها مع المغرب المهم للكواليس راكم عارفينها. انا ما كان شجعتها على شي حاجة وما كان اي تشي حد على هاد يعني بهاد الطرف ما كنايدوش، يعني هاد السيده انا ما كنايدهاش من داك السيره ديالها اللي كنا عارفين. ولكن اللي بغيت ناكدو هو انه حتى مغربيت كتبقى في الدم. راه الخونه اللي كنجبدوهم راه كيتنادم معاهم الحال، كيلقاو راسهم باعوا راسهم رخاص، كيحسوا بالرخص وكيجيهم الحنين، كيحنوا للبلاد ديالهم والريحات ديال التراب الوطني والعائلات وجدودهم ووالدهم ويجيو لبلادهم. راه واحد الراحه نفسيه الاخوان. راه المغرب راه شي حاجه اللي كبيره، وتا مغربيت باش تكون مغربي راه كل الفخر. راه واخا تنتقد واخا تكون قبيح واخا كذا مني كطيح مع اعداء الوطن راه الدم ديالك كيهيج وبطريقه غير مباشره كتدافع على بلادك. ما عرفتش واش توفقت انني نوصل لكم الفكره ديالي الرؤيه ديالي ولا لا. المهم ما علينا نخليكم مع الفيديو. هذا الجزائري هذا قال لهاد السيده هذه ديري تحيه للجزائر. شوفوا ديري التحيه الجزائريه مليحه شويه ديري التحيه. واعزكم الله الاخوان، حاولوا في هذه اللقطه هذه تكونوا يعني بوحديتكم دايرين الكيت ولا ما المهم ما غاديش ما فيش شي تخسر الهضره ولا غير اللقطه خارجه على النطاق ديال الاحترام، ولكن الكراغله والبصبعين هادشي اللي يستاهلوا. اعزكم الله، انا علمتكم الاخوان كملوا الفيديو. على حد التحيه
قلوبها تنار يا ديار طالب العافيه وعنا عندي راسك البان وفي الاخر ناض كيسبها دير البصبعين ديري التحيه اينما ولوا وجههم يتلقون الصفعات اه يا البصبعين اه يا جابرييل اه خلاها الطعراجي. خبر من هيسبريس الاخوان في تصنيف جديد لموقع انسايدر مانكي الامريكي. جاءت المملكه المغربيه في الرتبه الاولى ضمن الدول الافريقيه الاكثر تقدما على المستوى التكنولوجي بناء على بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو. اعتمد الموقع في تصنيفه على مجموعة من المعايير على غرار معيار قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل بلد والمقالات العلمية ومستوى التصنيع ليقوم بعدها وضع قائمة ب15 دولة تصدرتها الرباط وتذيلتها أوغندا والجزائر. القوة الهاربة اش من تذيلتها ما تكذبوا الناش هاد الشي راك يبغوا يضربونا في الجزائر مؤامرة. كيفاش الجزائر تكون في آخر تصنيف اللتين حلتا في المركزين 14 و15 على التوالي. الله على فخر العرب. قوة الهاربة دائما هاربة في الوراء. والصورة تعبر عن الخبر. المغربية تصدر الدول الإفريقية المتقدمة تكنولوجيا والجزائر في أسفل الترتيب إلى مزبلة التاريخ.